مرحبا بأطفال، صبورا نت. اليوم سنقوم بدراسة درس جديد في الأنشطة الخطية بعدما تعرفنا على الكثير من أنواع الخطوط. درس اليوم هو الخطوط. ما هي الخطوط التي تفعل هكذا مثل السمكة؟ هل هي خطوط سمكية؟ لا، ليست هذه الخطوط، وإنما الخطوط المتموجة. فلنعيد معا، الخطوط المتموجة. أحسنتم، هذه الخطوط تقوم بهذه الحركة، تطلع وتهبط، تطلع وتهبط، كما تفعل السمكة تماما. سنقوم نحن الآن بقراءة السؤال في بادئ الأمر. ماذا يقول السؤال؟ أوضح الخطوط المتموجة وأكمل. أوضح الخطوط المتموجة وأكمل. هذه هي الخطوط المتموجة، وأنا سأقوم بتتبع هذه النقاط لأتعلم الخطوط المتموجة. أتبع في بادئ الأمر السهم. لا أبدأ من هنا، وإنما من بداية السهم أتبع سهمي، ثم أنطلق مع النقاط إلى أن أصل إلى النقطة الكبيرة. يا أطفال، بدأ معي في بادئ الأمر بالنقاط ثم توقف. علي إكمال الخطوط المتموجة لوحدي. أطلع ثم نهبط ثم أطلع ثم نطلع نهبط ثم نطلع لنوصل للنقطة. صحيت، احنا باش نعاودو توا نفس العملية في السطر الأخير. مرة لو عطانا النقاط باش نتبعوا النقاط، ومن بعد نطلعوا كما هكا، نهبطوا وبعد نطلع نهبط نطلع نهبط نطلع نهبط لنوصل للنقطة الأخيرة. لقد أنجزت التمرين بنجاح تام. توا باش ننتقلوا للتمرين الموالي. التمرين الموالي شنو يقول لنا؟ أتتبع ما هو منقط. أتتبع ما هو منقط. لهنا نشوفوا عنا العديد من النقاط، وعنا عديد من الأشكال متاع خطوط، لكن الخطوط هذه هي نفسها الخطوط المتموجة. لكن فما شكون التموج متاعو لهنا صغير، التموج متاعو كبير شوية، لهنا كبير، لهنا التموج متاعو واسع، لهنا واسع برشا، وهكذا توليك إلى الأخير. لكن كلها تتمثل في الخطوط المتموجة. احنا مرة الأولى باش نبداو الخطوط متاعنا نتبعوها النقاط هذيك لنوصلوا للحيوان متاعنا. باش نبداو المرة الأولى عنا، قبل ما نبداو خلينا نتعرفوا على الحيوانات. عنا الحمار الوحشي، القرد، الفيل، الزرافة، الكنغرو، وحيد القرن، هذا يسمى حيوان اللاما، وهذا فرس النهر، وهذه النعامة الجميلة. فلنبدأ الآن بتتبع النقاط. Thank you.
الآن يا أطفال، لقد قمنا بإنجاز التمرين كاملاً من الأول إلى الآخر. هكذا نكون قد تعرفنا على الخطوط المتموجة. علينا الآن الانتقال إلى التمرين الموالي. ما هذا يا أطفال؟ ما الذي يسبح فوق الماء؟ إنه زورق وله شراع. هذا الزورق يسبح فوق الماء، وهذه التموجات هي تموجات الماء. أنا الآن ماذا سيكون دوري في هذا التمرين؟ فلنذهب لنقرأ السؤال. ماذا يقول السؤال؟ يقول: أوضح الخطوط المتموجة. أوضح الخطوط المتموجة، معناتها باش أنا الخطوط هذه المتقطعة والمتموجة باش نعاود فوقها بالقلم متاعي لين نوصل باش نكملها كل وتبدأ عندي خطوط مسترسلة ومتموجة. مرة الأولى هو باش يعطينا لهنا نقاط باش نتبعوا النقاط، من بعد في آخر سطرين باش يبدأ بالنقاط من هنا، وبعد يخلينا نكملوا الخطوط المتموجة وحدنا لنوصلوا للنقطة. هيا نبدأوا. أطفالي الأعزاء، نكون كملت التمرين متاعي ولا عندي خطوط متموجة مثل البحر. وأنا اخترت اللون الأزرق على خاطره يشبه اللون البحر، هذاك علاش اخترت الخطوط المتموجة باللون الأزرق. وانتم مزيد اختاروا اللون الأزرق باش تولي هكاك اللون كيما لون البحر بالضبط. توا الزورق متاعنا ينجم يسبح بأمان. توا باش ننتقلوا للتمرين الموالي باش زيد تعرفوا أكثر على الخطوط المتموجة. أصدقائي، هذا هو التمرين الموالي والأخير. ماذا يقول التمرين؟ أتتبعوا ما هو منقط. توا احنا باش نتبعوا شنو هو المنقط، لكن قبل ما نتبعوا التنقيط خلينا نتعرفوا على الحيوانات اللي موجوده قدامنا. هذه شنية؟ هذه تسمى الدعسوقه، ولا احنا باش نسميوها بلغتنا توا امي سيسي. احنا ديما نلقاوها ومحلاها ما تضرش، ديما نلقاوها فصل الازهار كتبدا الدنيا ربيع. هذوما ازهار، شوف محلاها من الازهار. ولهنا الفراشات، اكيد وين باش نلقاو احنا الازهار؟ باش نلقاو الفراشات، وباش نلقاو زادة نحولة موجودة باش تمتص رحيق هذه الازهار. توا خلو الحيوانات قاعدة وباش نمشيو نكملو التمرين متاعنا. باش نختارو اللون الاحمر ونكمل التمرين بتاعي، يزمني نبدا منين بدا السهم. السهم ديما يوريني منين باش نبدا. انا باش نتبع السهم بتاعي ونكمل الخطوط المتموجه اللي قريناها اليوم، وهذا اخر تمرين. واكيد ما نخرجوش عن الخط، ويزمنا نتبعوا النقاط اللي نوصلوا. توا باش نبدل عندي القلم الاصفر ونكملوا ننجزوا التمرين متاعنا بنجاح.
أطفالي الأعزاء، نكون احنا كملنا التمرين الأخير في الخطوط المتموجة. ما ننساوش درسنا اليوم هو اسمه الخطوط المتموجة، ونحاولوا ما نخلطوش الخطوط في بعضها. نتمنى النجاح الأطفال الكل، وتوا باش نخليكم ونقولكم إلى اللقاء.